مساكم الله بالخير جميعا. اليوم إن شاء الله راح أقول لكم عن قصة قوية صارت معي في مصر. أنا قلت جزء منها في البث المباشر، لكن اليوم إن شاء الله راح أقول لكم القصة كاملة وشنو صار معي وشلون كنت ممكن أنسجن بسبب شيء صار في مصر. خلكم معنا وخلنا نروح ونشوف شنو كانت هذه القصة. في البداية قعدت أسأل أهلي وربعي والناس اللي قراب مني، قلت لهم وين تنصحوني أصور حلقات جديدة من برنامج مع الناس. فالبعض قال لي لبنان، والبعض الثاني قال لي مصر، والبعض أيضا قال لي بعض دول الخليج، لكن لاحظت أن أغلبهم أجمعوا على مصر. فقلت مدام الأغلب أجمع على مصر خلاص نروح حق مصر ونصور في مصر. وفعلا هذا اللي صار، قعدت ترتب جدولي وضبط كل شيء وصار موعد السفرة، ولله الحمد سافرت من الكويت ووصلت للإسكندرية واللي هي المكان اللي راح أصور فيه الحلقات الجديدة من برنامج مع الناس. المهم وصلت إسكندرية، لكن وصلت الساعة 12 بالليل. بما أن الساعة 12 بالليل فشي طبيعي ما راح أقدر أصور اليوم، فقلت أجل التصوير حق اليوم اللي بعده. صار اليوم اللي بعده قعدت من النوم، قلت خلي أروح أول شيء أشوف لي واحد من المحلات وأخذ لي خط عشان أتواصل مع أهلي، وبنفس الوقت أقدر أتواصل مع المصور اللي أنا متفق معه. وصلت هناك قعدت أشوف المحلات الموجودة ولا ألاقي واحد من المحلات واللي هو محل فودافون مال التليفونات. دخلت قلت له شنو الباقات اللي عندك وكذي، خذيت المهم الخط اللي أبيه. فكان أول ما طلعت كان المحل جبال، شنو جبال البحر، فقلت ليش ما اخذ الخط واروح صوب البحر واقعد اشرح حق الناس ان الخط هذا كم سعره، الباقه شنو هي وشنو المميزات اللي موجوده وكذي. المهم هذا اللي صار، خذيت الخط ورحت صوب البحر، فقعدت ماسك الخط وقاعد اصور اقول ان الخط سعره كذا، الباقه فيها مثلا كذا ميجا وكذي هالاشياء. وأنا قاعد أصور ولا مرة واحدة ألاحظ في أربع أشخاص قاعد يقربون، بس للأمانة ما أعطيت الأمر أهمية لأن ما أدري هذول شنو، هل هم جايين لي ولا بس يمشون بالشارع ولا هذا، يعني ما أعطيت الأمر أهمية. المهم قاعد أصور وأصور وأصور، كل ما أصور قاعد ألاحظ كأنهم قاعد يقربون صوبي، يعني الشارع لو يبي يمرون يقدرون يمرون كذي، لا بس أنا أحسهم كأنهم قاعد يقول لي أنا يا إذا لا يبوني ولا. المهم خلهم يمكن يبي قاعد يمك، وهذا ليش تعطي الأمر أهمية. فكملت وقاعد أصور كذي ولا يوصلون لي عندي. فواحد فيهم كان يقول لي شو قاعد تسوي، كان أقول له مو ما قاعد أسوي شيء أنا قاعد على البحر، كان يقول لي أنا شفتك قاعد تصور، كان أقول له أي صح قاعد أصور الكرت وهذا. هو مو مصدقني ان انا قاعد اصور كرت، يعني في شخص قاعد وماسك كاميرا عشان يصور الكرت، عباله شنو قاعد اصور؟ عباله قاعد اصور المنشآت والاماكن الحيويه اللي بالدوله وكذي. كان اقول له قاعد اصور الكرت، كان اللي يمه يقول لي عطني جوازك، كان اقول له ما راح اعطيك انت منو؟ كان يقول لي عطني جوازك. المهم سمعتهم معصبين ومصراخ وش السالفه، كان اقول له ما راح اعطيك. المهم يا جماعة بعدها عرفت أن الأشخاص اللي قدامي مباحث. يا الله هدوا كل الناس اللي موجودين، هدوا كل هالأشخاص، ما يولى حق منه حق أحمد المهرج. يا الله الحظ اللي عندي أنا ما أدري شنو. يعني في أحد يبي يبدل الحظوظ أنا ما عندي أي مشكلة. والله يا جماعة حدوا الناس اللي موجودين هناك وهذا جاي لي أنا. هني بعد ما عرفت إنه مباحث وكذي قلت يبا خلي أعطيهم الجواز لا تصير لي مشكلة ثانية ومصيبة. عطيت الجواز وكذي قاعد يكلمنا بطريقة، يعني بصراحة من الأشياء اللي ما حبيتها بمصر تعامل الأفراد مثلا الشرطة والأشياء مع الناس كأنهم عبيد، يعاملون الناس عبيد. المهم كلمة منا كلمة مني، بصراحة أنا يعني
ما عجبني الكلام اللي قاعد يقوله هذا، بس ما بي أسوي مشاكل مهما كان ضابط ومباحث وكذي، فخلنا نمشي بالسليم. المهم شوي شوي رد لي الجواز، كان يقول لي شوف ما بي أشوفك موجود في المنطقة هذه. كان أقول له شلون يعني ما أكون موجود؟ أنا فندقي هني، هذه المنطقة الوحيدة اللي قريبة مني. كان يقول لي أنا مالي شغل، المنطقة هذه ما أبي أشوفك تكون موجود فيها. كان أقول له زين إيش كثر؟ كان يقول لي اليوم ما أبي أشوفك موجود فيها. كان أقول له أوكي. توني جاي بمشي كان يقول، كان في واحد وراه الضابط بكبرة كم قال لي يوم، كان يجي اللي وراه كان يقول لي مو بس اليوم، اليوم وباكر واللي بعده. يعني أنا بين حالتين، يا إني أبدي أسوي هواش وأسوي مشاكل، أو إني أتعوذ من الشيطان وأكمل. كان أقول خلي أتعوذ من الشيطان وأنت مو بدولتك وكمل. المهم خذيت الجواز ومشيت. والله العظيم يا جماعة من كثر ما أنا تعبت نفسيا قلت والله ما بيخل ما لي خلق إني أروح حتى أي مكان سياحي، لا خلي أروح الفندق وأقعد بالفندق. تخيله وأنا راجع الفندق والله العظيم قاعد أشوف في ناس، يعني باختصار حاطين أشخاص يراقبون. تعرفون المخبرين اللي تشوفونهم بالأفلام وهذا؟ والله العظيم شفتهم بعيني. شنو منظر سيء، شنو وضع، تحس إنك قاعد بمكان عسكري مو قاعد بدولة سياحية. يعني الوضع كان جدا سيء. المهم دخلت الفندق، كان المفروض اليوم هذا إن أبدي تصوير أول يوم، كنت بدق على المصور كان أقول خلى اليوم الوضع مو زين باكر أدق عليه. جيت دقيت عليه اليوم الثاني اللي بعده، دقيت على المصور قلت له اليوم نبي نصور وكذي الساعة 4، قال أوكي. أنا غرفتي كانت تطل على شنو؟ تطل على البحر، فأقدر أشوف شنو قاعد يصير بالشارع وهالأشياء. فقعدت أشوف شنو قاعد يصير بالشارع ولا أشوف الوضع يا جماعة شيء سيء حيل. الشاطئ ما في ولا شخص، شو السالفة؟ مصر اسكندرية يعني المفروض وايد أشخاص فيها، الشاطئ ما في ولا شخص. فشوي شوي قلت خلي أنزل أسأل شنو الوضع. فلما نزلت وسألت طلع إن فندقي قريب يم شنو؟ يم مكان اللي يسوي فيه المؤتمرات. منو اللي قاعد يسوي فيه المؤتمرات؟ الرئيس المصري السيسي. مو بس هو، كان في ايضا معاه اشخاص. قلت يا الله، هني عرفت ليش كانوا مشددين علي الفتره اللي طافت. طلع الرئيس المصري السيسي جاي بالوقت اللي انا موجود فيه، يعني تخيلوا انا هديت كل اوقات السنه جيت بالوقت اللي هو جاي فيه. يا حبيبي الحظ كذي، يعني ما يحتاج اقول لكم. قلت يلا هاليوم شكله مو مكتوبه. فقعدت أدق على المصور قلت له اليوم كنسل من أمه كنسل، ما في الوضع أنا قاعد أشوفه بعيني وضع سيء بشكل مو طبيعي. قلت خلاص نخليها لباكر. صار اليوم اللي بعده أحس الوضع للحين مو مضبوط، بس قلت خلاص يعني ضيعت يوم يومين ثلاث، سفرتي كلها 10 أيام بعد لمتى يعني؟ إذا نبي نضيع خلاص راح علي، ما راح نقدر نصور ولا يوم. كان أقول له تدري شلون، خلينا نشوف لنا مكان شوية بعيد. المهم قال لي ايش رايك بالمعموره؟ قلت له اوكي اي مكان يكون شويه بعيد نروحه. ركبت السياره انا وياه ورحنا حق المعموره. هالمكان نفس الشاليهات وكذي، فقلت هناك شكل الوضع عادي راح يكون تصوير والناس يعني مستانسه وفرحانه، فان شاء الله نطلع بشيء حلو. اول ما وصلنا المعموره قعدت اشوف وين الاماكن اللي نقدر نصور فيها وهذا، حطيت الأغراض وكذي. قلت قبل لا نبدي تصوير خلا أروح أسألهم من وين نقدر نطلع تصريح هذا عشان لا حد يمكن يكلمنا وكذي. فسألت أول واحد قال لي ما أعرف، سألت الثاني ما أعرف، الثالث قلت مدام كلهم ما يعرفون فأكيد شكله هني السالفة بدون تصريح وصور على راحتك. حطيت الكاميرات وضبطنا كل شيء، يينا نبي نصور ولا نشوف في ناس رايحة ورادة. قلت ممتاز هذا اللي نبي، إن يكون في ناس وكذي نقدر نأخذ كم لقاء. لكن من بين الناس اللي كانوا قاعد يروحون لاحظت في واحد ماسك لاسلكي. هنا
يعني قلت يكون هذا يعني مال أمن المكان وكذي، بس لاحظت إن مر يمي ومشى خلاص، ما كلمني ولا عطاني أي يعني تحذير أو شيء. قلت خلاص ما دام كذي الوضع شكل الوضع عادي تصوير. توني جاي ببدي أقول المقدمة مالت الحلقة ولا ألاقي ثلاث أشخاص جايين لي من ورا. واحد من هالثلاثة الشخص اللي كان ماسك اللاسلكي، كان يجي لي الشخص اللي ماسك اللاسلكي كان يقول لي شو قاعد أول شيء السلام عليكم وكذي، كان يقول لي شو قاعد تسوون، كان أقول له نبي نصور وهذا عندنا برنامج، كان يقول لي أوكي عندك تصريح، أنا من قال لي عندك تصريح بس خلاص ما راح نقدر نصور، كان أقول له لا والله ما عندي تصريح، سألت أكثر من شخص ما حد قال لي، شو يقول لي خلاص أوكي تعال معي. تعال معي يعني شنو؟ يعني للحين ماني فاهم قصده، تعال معي عشان نروح ناخذ تصريح ولا تعال معي عشان شيء ثاني ما ندري احنا، عشان تعال معي حق شنو؟ المهم قلت خلاص بعد خلاص قال لي تعال معي خلينا نروح معه، خذينا الكاميرات وهذا ورحنا معه. المهم ودانا عند مبنى، دخلنا كانوا يقولون لنا الغرفة هذيك فيها شخص روحوا وقولوا له أنا اللي كنتوا قاعد تسوونه. قلت أوكي، رحت دخلت حق الشخص هذا السلام عليكم هذا، أنا توقعت إن هذا اللي راح يعطينا التصريح وكذي، فكلمته قلت له إن عندي برنامج وكذي نبي نصوره، كان يقول أهلا وسهلا وهذا، كان أقول له زين شلون نبي نطلع التصريح، كان يقول لي التصريح يبي له يومين، لكن الحين لأن عندنا الشخص اللي يستلم الفلوس هني عندهم تطلع تصريح بفلوس، لكن الشخص اللي راح يستلم الفلوس مو موجود، يعني إذا تبي تطلع تصريح يوم الجمعة. يا الله يوم الجمعة باقي يوم على رجعتي، يعني أكيد ما راح أقدر إني أصور، ما راح يمديني أسوي أي شيء. فقلت خلاص لا، قلت ما يوم الجمعة ما أقدر، ما تقدر قبلها وهذا، قال لي مستحيل. الحين الوضع عادي إنه تصريح وكذي، بعدها بعد ما تكلمت معه وكذي بدأ يغير طريقة ولهجة كلامه، بدأ يسألنا عن شو اللي كنتوا قاعد تسوون هني، ليش قاعد تصورون، ليش، أسئلة كثيرة بدأ يسألنا إياها. المهم الحمد لله بالأخير قدرنا إن نجاوب على الأسئلة اللي قالها ويانا نبي نمشي. توني هاي بطلع كان يقول له، كان يقول حق الثلاث أشخاص، كان يقول لهم أخذوهم وروحوا سجلوا بياناتهم. يا الله ما خلصنا يعني للحين، دخلنا بسالفة ثانية. قلت أوكي، رحنا حق هالثلاث أشخاص يانا نبي نسجل البيانات، قعدوا يسجلون بياناتنا وكذي، للأمانة وشهادة حق بحق هالثلاث أشخاص من أفضل الأشخاص اللي قابلناهم كخلق، أخلاقهم كانت جدا عالية بصراحة، ناس قمة في الاحترام والله العظيم، ناس صجين حطون على الرأس. فودونا عند هالثلاث أشخاص، قعد ياخذ بياناتنا وكذي، ولا يقول لي تدري أنت شنو كنت راح تسوي؟ كنت راح تسوي مصيبة أنت، كنت راح تروح فيها. كان أقول له ليش راح أروح فيها؟ كان يقول لي شفت الشالين اللي هناك؟ كان أقول له إيه. كان يقول لي ما تدري منو اللي يقيم فيها الشاليه؟ كان أقول له لا. كان يقول لي الشاليهات اللي هناك يقيم فيها الرئيس المصري. يا الله يا الله، أخلص من فندقي اللي هديت فنادق العالم كلها ورحت سكنت بفندق قريب من المؤتمر اللي فيه الرئيس المصري، رحت حي رحت طقيت درب ووصلت حق مكان بعيد عشان أوصل وين، عشان ابتعد عن كل هالأماكن اللي موجودة يم فندقي والمنطقة اللي فيها المؤتمر، رحت حق مكان بعيد وابتعدت عن الناس. وين رحت؟ رحت حق المكان اللي يسكن فيه الرئيس المصري. يا الله هذه صدمة كانت لي، أول ما قال هالكلام صدق انصدمت.
كان يقول لي بس لأنك واضح أنك إنسان محترم وأنك مو يعني تبع إرهابة وهالأشياء التخريبية وكذي، فراح نطوف لك إياها هالمرة، بس تدري الشغلة هذه لو سويتها بمكان عام أو عند أحد ثاني كان ممكن يحولك لأمن الدولة وتنسجن. يا جماعة يعني أنا من قال لي هالكلام قلت خلاص لا تصوير لا غيره، خلنا بالسليم، خلي نروح ندور لنا على تصريح، ناخذ تصريحنا وبعدها نبدي تصوير. حاولت كثر ما أقدر أني أسوي أي شيء بس عشان نصور البرنامج، عشان نبي نرسم البسمة على أشفاه الناس، نبي نونسهم، نبي نفرحهم، وبنفس الوقت أنه يعني نغير جو عليهم، وهذا بما أنهم اللي بعضكم قاعد يداوم بالعطلة واللي أيضا عنده عطلة يبي يستانس يبي يفرح، قلنا نبي نفرحهم. والله العظيم يا جماعة حاولت أسوي كل شيء عشان أصور البرنامج، لكن فعلا فعلا ابدا السالفه مو مكتوبه لي، ربي سبحانه مو كاتب لي ابدا اني اصور هالبرنامج في مصر. لكن دائما وابدا نقول الحمد لله على كل حال، وان شاء الله وانا واثق 100% ان ربي راح يعوضني بالافضل في الايام القادمه باذن الله، ويعطيكم العافيه.